استقبل رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين وفدا من أعمال شركة يابانية من 24 شركة يابانية عاملة في مجال الطاقة المتجددة والوقود الأخضر. جاء اللقاء في إطار بحث التعاون المشترك بين منظمة التجارة الخارجية اليابانية جيترو والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وسبل تعزيز الاستثمار في القطاعات الصناعية المستهدف توطينها داخل مواني ومناطق الهيئة. وعقب اللقاء توجه الوفد إلى زيارة مصنع مصر الهيدروجين، وهو أول مشروع في إفريقيا لإنتاج الوقود الأخضر، والذي تم افتتاحه خلال قمة المناخ COP27. افتتح محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة مهرجان سيناء الأول للزيتون بالعريش، وأكد المحافظ أن افتتاح المهرجان يأتي ضمن احتفال المحافظة باليوبيل الذهبي لنصر 6 أكتوبر، مشيرا إلى افتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية في شتى القطاعات بمختلف مدن المحافظة بهذه المناسبة. أطلق الاتحاد الأوروبي للمرحلة الأولى من أول نظام في العالم لفرض رسوم على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تسببها واردات الصلب والأسمنت وسلع أخرى. وطبقا للنظام الجديد، يتعين على المستوردين في الاتحاد الأوروبي الإبلاغ عن الغازات المسببة للاحتباس الحراري والتي تنبعث خلال إنتاج الكميات المستوردة من الحديد والصلب والألومنيوم والأسمنت والكهرباء والأسمدة والهيدروجين. أظهرت بيانات اقتصادية أن أسعار المنازل الجديدة في الصين ارتفعت قليلاً في سبتمبر الماضي، منهية بذلك تراجعاً استمر 4 أشهر متتالية، وذلك مع استفادة المطورين من سلسلة إجراءات الدعم الأخيرة. وأظهر مسح أجرته شركة للأبحاث العقارية أن الأسعار ارتفعت 0.5% فيما تراجعت أسعار المنازل الجديدة في 30 مدينة فقط من أصل 100 مدينة شملها المسح. صدق الرئيس الأمريكي جو بايدن على مشروع القانون الفيدرالي المؤقت لتمويل الحكومة الأمريكية لمدة 45 يوماً، وذلك لتجنب الإغلاق الحكومي. جاء ذلك بعد موافقة الكونغرس على مشروع قانون التمويل المؤقت الذي يبقي الوكالة الفيدرالية مفتوحة حتى 17 من نوفمبر المقبل. أعلنت كوريا الجنوبية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عن شراكتهما لدعم القطاع الزراعي في أوكرانيا، وتنص المبادرة المشتركة على تسليم أسمدة بقيمة 5 ملايين دولار تبرعت بها كوريا الجنوبية لدعم المزارعين الأوكرانيين واستكمال الإمدادات الزراعية التي ساهمت بها بالفعل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. كشف بيان تمهيدي للميزانية السعودية أن المملكة خفضت توقعاتها للنمو، وتتوقع أيضا تسجيل عجز في الميزانية هذا العام مع مقارنة مع توقعات سابقة بتحقيق فائض. وأظهرت وزارة المالية السعودية أنها تتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنسبة 3% هذا العام، مع تسجيل عجز في الميزانية يبلغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي. وتوقعت المالية السعودية أن يبلغ إجمالي الإيرادات لعام 2024 حوالي 1.17 تريليون ريال، فيما يبلغ إجمالي النفقات 1.25 تريليون ريال.